مرحبا بكم في موجز الأخبار عبر منصات سوداني 24. أدان حزب المؤتمر السوداني تصريحات السفير السوداني لدى موسكو بشأن التزام الحكومة السماح ببناء قاعدة عسكرية روسية على الأراضي السودانية على البحر الأحمر. وأكد الحزب في بيان أن الحكومة لا تملك الحق في تنفيذ أي اتفاقيات تخص جمهورية السودان، فهي حكومة غير شرعية فرضت بالقوة على الشعب. وقال إن المضي في بناء القاعدة العسكرية الروسية المشار إليها في هذا التصريح يتنافى مع القواعد الأساسية للقانون الدولي ويقوض سيادة السودان على أراضيه. استقبل مركز سيد الشهداء الصحي الملحق بمستشفى الفاشر الجنوبي 11 قتيلا و44 جريحا إثر القصف المدفعي العشوائي لميليشيا الدعم السريع لعدد من أحياء المدينة. وكشف مصدر طبي بحسب دارفور 24 عن وجود أزمة في المحاليل والمستهلكات الطبية والحاجة العاجلة لسيارات إسعاف لنقل الجرحى. كذب السفير البريطاني لدى السودان جاليز ليفاراي خبرا تم تداوله عن أن بلاده خيرته بين الاستقالة والإقالة بسبب تقديمه دعما ماليا كبيرا لمؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم كجهة سياسية واحدة من ميزانية التنمية. ووصف السفير في تصريحات ما تم تداوله بأنه نموذج للأخبار الكاذبة، وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل دعم أصوات المدنيين السودانيين الذين يقفون ضد الحرب ويؤيدون الحكم المدني والديمقراطية. أدان تجمع قوى تحرير السودان قصف ميليشيا الدعم السريع للمستشفيات بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، مما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا وجرح أكثر من 23 شخصا معظمهم من النساء والأطفال. وأكد في بيان أن مدينة الفاشر ظلت تتعرض لقصف مدفعي لأكثر من شهر بشكل ممنهج من قبل الميليشيا، وذلك ضد المدنيين متوازيا مع أنشطة قوى سياسية يعتقد الضحايا أنها داعمة لمشروع تهجيرهم من الفاشر. وقعت قبيلة الدرع من بطون المسيرية الزرق والداجو على وثيقة مقررات مؤتمر الصلح الذي انعقد بينهما بمدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان على خلفية الصراع الذي نشب بينهما وأدى لمقتل بعض أفراد القبيلتين قبل عامين. وأكد نائب والي غرب كردفان آدم كرشوم نور الدين المضي قدما في تحقيق المصالحات الاجتماعية والقبلية حتى تتمكن الولاية من تقديم الخدمات المطلوبة التي تدعم الاستقرار. نهاية موجز الأخبار قدمناه لكم عبر منصات سوداني 24. في أمان الله.